أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والبركة في البصر بأن يبقى العبد ممتعا به، يبقى ممتعا به إلى أن يموت وهو يبصر ممتعا بهذه الحاسة العظيمة. وأيضا تشمل بركة البصر أن يتعفف الإنسان من النظر إلى الحرام، فلا ينظر ببصره إلى الحرام، بل ينظر فيه إلى القرآن كلام الله، وينظر إلى كلام أهل العلم وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خير ما نظرت إليه الأبصار، القرآن والسنة. وينظر أيضا إلى آيات الله عز وجل من سماء وجبال وأشجار وغيرها متفكرا معتبرا، ينظر إلى طريقه ليمشي إلى المسجد، ليمشي إلى السوق، ليمشي إلى طلب رزقه وحاجاته وحاجات أولاده، ليهتدي إلى الطريق. هذا كله من بركة البصر عندما يكون مستعملا في هذه الأشياء. أما والعياذ بالله من يجعل هذه النعمة في النظر إلى الحرام، ولا سيما ما وجد في زماننا هذا وابتلي به كثير من الناس، يجلسون الساعات الطوال أمام القنوات الفضائية وأمام الشبكة العنكبوتية، ينظرون إلى حثالات العالم وأوساخ الناس وقاذورات العالم، ينظرون إليها بأبصارهم وكأنهم لا يتذكرون أن هذا البصر نعمة الله عليهم. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يبارك في أبصار الجميع وأسماعهم، وكأنهم لا يذكرون نعمة الله عليهم بهذا البصر، فينظر غير مستحم من الله تبارك وتعالى إلى ما حرم الله عز وجل عليه النظر إليه، فيجلس ساعات طوال ينظر إلى المحرمات والآثام والأوساخ والقاذورات ونتن العالم وخسائس الناس، ويهدر بصره ويهدر حياته مما يترتب عليه ظلمة قلبه والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. ولهذا من بركة بصر الإنسان أن يجاهد نفسه على حفظه. قد ينفلت منك البصر بنظرة عابرة، لكنك مع المقاومة والمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق لك بإذن الله عز وجل بركة البصر وحفظه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.
السؤال الثالث يقول: سائل من فرنسا يريد نصيحة تعينه على عض البصر، لأن هناك النساء متبريات في كل مكان، نوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يعض بصره عن الحرام وأن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يستعين بالله عز وجل وأن يجالس أهل الخير والصلاح، وإذا وجد فرصة للذهاب إلى بلاد المسلمين فليفعل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. الله أكبر ولله الحمد.